انت تمنيت يتسيب كوبرا والرهيب. ايه ترى كوبرا والرهيب تشكلوا مالها ما بتتشافي، شكله ما بتتشافي شيء. قعدت انا اخويا حاتم بهتة بالاسم معناها كريم قريوة ولا حاتم؟ لا حاتم بهتة، حاتم اختها حاتم بهتة وكريم قريوة عبارة واحدة كوميتا واحدة كيما انت وفتح وبتبيع قريوة في بيله بالموضوع معناها معانا وصاحبي سادة قريوة الرهيب في سكوبرا كان باش يصير كان يصير عاد قعدت انا وحاتم بهتة في 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 بلاصة هكا في لافايت وقال لي محمد يا اخر العام ونعملوا شيخه ودي نلقاش خير منكم انا عاد وقتها انت شعام اي وقتها ربح الروج يدور لي ربح الروج عامل ستة تراح اي ستة تراح هاي ربح الروج ماشيين عاد في اثنين ذيك الاخر العام نحن حبينا ما حبيناش نهبطوا فيش بكري برشا يا اخي بعد ما تعرف القعدات والمخازن والدنيا والكباشه هذيا معناها كلها قعدات وكلها جو وكلها استفزاز يا اخي صارت تروح الحماني والرهيب هذاك الكلام تي انا واحد من الناس مشيت نتفرج ديجا حماني والرهيب صارت راه يقوم تو للعباد اي صحيح بلاش فيش راه يقوم تو معناها هكا بما انه الرهيب وكوبرا ما كانش فما مشى 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 الرهيب معناها اما هو كما صارش تروح هذاك كنت كان ينجم يكون كوبرا والرهيب وبتاتر كنا نجم نشوفه طرحة من أقوى الأطراح هذاك اللي كتب نفرض الطرحة هذاك صار ولك باش نزم جيت على رويح الطرحة هذاك كيفاش تحذر الطرحة هذاك الرهيب نعرفه انت, انت, انت عملت فاز الحلقة اللي فاتت وقت اللي تحكي لي نطلع في الميزان نهبط في الميزان هبلت عليها لا نطلع في الميزان ونهبط في الميزان احكي لي لو انت تشكلت مع الرهيب والمسيابة شهر اخر الطرح هذاك يخدم ساعة على طويل الكبش معناها تاخو تاخو الوقت نتاعك مش على شهر وشهرين تاخو حتى 6 7 شهور باش تخدم الكبش على طويل وتزيدو في الميزان باش تهبط الكبش كيش كارت السيمان حكم الرهيب اي الرهيب اخشن شويه وامد شويه واقدم شويه دونك لازمك تهبط له كبش شكارت السيمان ريتها شكار السيمان 6 شكار السيمان بعد بعضهم بالقرون لازمك تهبطو هكاك هذيك بالعلفة تتبدل طريقة العلفة وطريقة الخدمة ونوعية العلفة بتبيع نوعية العلفة هي الكل في كل راو تحب تهبط كبش ناشط للبرح فما علفة يمكن نشتر المغرمة متاع تونس ما تفهمنيش أما يمكن المغرمة متاع الزويل تفهمني خاطر مغرمة غرم الزويل راو بحر على غرم البليار. عالم غريب زيلة بليار زيلة بعشرة مليارات مش كبشة ذايل مليون بزوز وبثلاثة فهمت صحيح دونك طبه نتاع الزويل حكايه اخرى دونك فما علفه تنشط الكبش نشطو يهبط ناشط اما فما علفه تهبطو ناشط فيسع وفيسع يتعب صحيح معناها نقولوا نحن تعطيه لينيرجي رابيد اكهب فنان ويقف غالي هذه تعرف معناها معناها تعطيك 20 دماغ 25 دماغ من بعد تحس الكبش اعصابه ترخفت نشوفه فيها كل يوم في المطحه الحكايه وذي راهي من نوعيه العرفه العباد ما تحبش تو تشوفه فيها كل يوم في المطحه تشوف كبش يهبط من الاول يمشي ويجي يمشي ويجي يمشي ويجي ومن بعد تروح يتوال علاش تروح يتوال على خاطر الكبش فتر نقولوا نحن فتر ماشي فتر هو هو عنده الانرجي رابيد هذيك خدمه ما الانرجي لونت ما خدمتش يا با الانرجي لونت عارفه اخرى فهمني خويا دونك لازمك تعلف انرجي رابيد مع انرجي لونت باش الكبش كيما يعمل لك ال 20 25 لولانين كيما يعمل لك ال 50 وال 60 وال 70 مع شويه بروتيين مع شويه كومبليمون اليمونتير يزرس الكبش ويشباب وتترك اللقه في وجهه والصوفه نظيفه وانت فين والحب فين؟ اي قرايه يا خويا لازم اي والفيتامينات زاد قلت لي طرح الرهيب وطرح الكوبرا نخدموا نخدم على التطوير ونقوي في الميزان اي برسنتاج ماني قلت لك نعرف نتصور روحي نربح نتصور نحط 80% نربح قريت وتفرجت فيه ياسر الرهيب و